السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. يسعد الوزارة دعوتكم للمشاركة في ورشة عمل عن استثمار الأراضي الأوقاف بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة، والتي سوف تكون إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الموافق 14 من الشهر السادس لعام 1442 الموافق 27 يناير لعام 2021، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ومشاركة عدد من الجهات مثل مجلس الغرف التجارية وصندوق التنمية الزراعي وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدد من الجهات داخل الوزارة وخارجها. تستهدف الوزارة من عقد هذه الورشة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية وخصوصا الخضروات، بالإضافة إلى زيادة المساحة المزروعة في المناطق خصوصا في مناطق الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، من مناطق الطائف إلى مناطق الجازان. توجد طبعا 15,000 قطعة أرض زراعية مهيئة إن شاء الله للاستثمار فيها. كذلك نستهدف من هذه الورشة هي دعوة المستثمرين والمزارعين الكبار، وبالإضافة للمزارعين في المناطق التي توجد فيها أوقاف للاستفادة من هذه الأراضي في الزراعة.